مولانا اهلا بحضرتك معانا في صباح الخير يا مصر. احنا ختمنا الجزء الاول واحنا بنتكلم عن مولانا الشيخ محمد رفعت. وحقيقي هو تقصير مني والناس لمتني كمان، ازاي ما نسمعش صوت حضرتك وانت بتقلد الشيخ محمد رفعت؟ انا قلت لحضرتك طبعا ده شيء مجهد جدا ومتعب، ولكنه هو حليه ويعني تاج على رؤوسنا نفتخر به اذا ما حاولنا محاكاه الشيخ محمد رفعت. انا بارى ان بعض من يقلد صوت الشيخ محمد رفعت يحاول بقى يعني يخنف صوته ويقرا من الانف، ولكن انا واحد من الناس لما بحب اقلد الشيخ محمد رفعت بقلده بصوتي انا، يعني هي محاكاه للشيخ، ولكن مش لازم بقى اعمله زي ما هو موجود في الشريط وكلام زي كده. فيعني احاول اجتهد ان انا اقدم نموذج كده. ده ودود يا مولانا اتفضل. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله. ما شاء الله، فتح الله لك.